رحيم حنين، عضو في مكتب الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع سيارة أجرام السن في الثاني. قدموا الشكر لموقع الدار لأنهم التحقوا بين النهار الأول الإضراب وجاو دابا اليوم السابع. خويا بدينا الإضراب ديالنا ب 24 ساعة قابلة للتمديد، يعني من أجل فك يعني هاد المشاكل اللي كاينة كتخبط فيها القطاع ديالنا بمدينة فاس، لأن كاين تسيب وكاين فوضى عارمة في القطاع بمدينة فاس. 24 الثالثة والبالغ الرابع درنا فيه إضراب مفتوح، يعني اعتصام. الحالة اللي تعيش فيها السائق المهني في هاد الإضراب هذا، هما كيف ما كتشوفوا أنتم، يعني راه مرابط 24 ساعة على 24 ساعة. المطبخ الصغير درناه لأن أول حاجة أننا كنحتفلوا بالبصارة في فصل الشتاء، لأن أكلة مفضلة عند المغاربة في فصل الشتاء، وخصوصا في هذا البرد القارس اللي كان، هي اللي والتكلفة ديالها اللي كطيح رخيصة، لأن راه الإنسان واقف 7 أيام راه يعني تقاس في الجيب ديالو، راه كاين اللي ما عندوش باش يصرف على دارو. إذا هذه البصارة اللي تنطيبوا هنايا التكلفة ديالها رخيصة، وميم طو يعني الإخوان تياكلوا وتيتغداو بها وتيسخنوا بها، فهمتي؟ كنحتفلوا بها وحنا لينا الشرف. احنا طبقة، يعني راه طبقة مهمشة في المغرب، هي ديال السائق المهني، ما عنده حتى شي حق من حقوق المواطنة كمواطن، لا حق الحق اللي كيعطي لك الدستور ولا حق اللي تيعطي لك الله سبحانه وتعالى. اليوم عاد توصلنا باستدعاء من اجل اللقاء اليوم غد ان شاء الله بحول الله مع السيد الوالي ان شاء الله. والمطلب ديالنا حنايا يعني متشبتين به، لان القضيه ديالنا مامنين بها، مطلب قانوني، ما تنطلبوش، ماشي مطلب، هو في حد ذاته حق. يعني هذا المطلب اللي تنقولوا حنا مطلب، هو راه في حد ذاته حق، كنطالبوا بتطبيق القانون. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.